انه نكون مرضوا فيه خطوات كمان اللي هي من نتامل انها تحد من ظاهره العنف في ام الفحم. ونحن طبعا بلا شك احنا جل خلينا نقول كل يعني غضبنا هو على الشرطه بلا شك في هاي الموضوع. واحنا بنعرف انه بهاي بموضوع السلاح في عندها الكلمه الاخيره في هذه الامور هي الشرطه. ولكن هناك اتصالات بينكم وبين الشرطه بالنسبه لهذا الملف، ما هي اخر يعني الاخبار المتعلقه بتطور التحقيقات في ملف قتل عائله ابناء هيكل؟ لغايه الان لا يوجد اي تقدم في هذا الملف. الامور زي ما الكل بعرف ما تقدم ولا اي شيء، واحنا نامل انه يوصل ولا لا شيء معين يعني في هذا الموضوع. والخيمه مواصلين؟ الخيمه طبعا مواصلين في فعالياتها، بنامل انه تكثف من فعالياتها المستقبليه، وما طبعا على اساس انه نحصل على الاهداف اللي من اجلها قامت الخيمه. إذن عضو بلدية الفحم خالد جمعة، تسلمت هذا الأسبوع منصبك خلفا للمحامي رياض جمال يعني على التجمع، ما هو تصورك لعملك في البلدية في بلدية الفحم؟ يعني بصراحة نحن نأمل أنه من خلال هذا التكليف أنه إحنا نقدر نقوم في واجبنا من أجل مصلحة أم الفحم والنهوض في أم الفحم المستقبل. بلا شك هناك مهام صعبة أمامنا وأمام الجميع بلا شك، وتحديات كثيرة، واهم شيء احنا قاعدين من نعاني به انه موضوع العنف والمستشري في ام الفحم وفي الوسط العربي عامه، ناهيك عن باقي الامور اللي هي للمواطنين وهموم المواطنين ومشاكل المواطنين وكيفيه العمل على حدها.